يتغدى ويبغي يمشي بحال دركا يسربان يشد الكوتشي بلا ما يتسنى الطاكسي. لا باقي مزيان دابا لا حيدوهم وحولوهم لهنا غادي نتعذبوا حنا الشيبانيات غادي نتعذبوا هما الصغارات يدبروا راسهم. ديما كنجي نجي عا في الكوتشي ونمشي في الكوتشي. ابقى هذا الصحراوي بعاد عن الناس. كاين الناس دراوش اللي ساكنين هنا في كاين اناسي كاين مجموعه السه كاين اللي ما عندوش كيمشي ب 50 ريال. كتجي المراه الكوتشي مسكين كيصير على عائله عنده مسكينه كوتشي طراموي الكوتشي غيضيع اخويا. الناس كاين اللي مسكينه مراه من الصباح وهي تسنى عندها كاع واحد 50 ولا 60 عام ما عندهاش. دابا كنبيع التفاح كتقول لك ما عنديش. انا نشد 5000 6000 شهر اش ناكل نهدف فيها الماكله. بعد خطرات ما يكون والو في الدار يكون ولدي خارج ومرته خارجه ونبقى بوحدي في الدار اش ناكل انا؟ انت وما الى زيد باش نكون انا ولا حتى دابا انا دابا نخرج نشد كوتشي نشد طاكسي ب 100 ريال وردني ب 100 اديني ويجيبني بالفرانكا. الفرانكا زيدة في انا من جاتني انا زيدوا عندنا في الخلطة وديروا اللي بغاو. بالنسبة للكوتشي راه صالح المواطن كيعاون الناس وكاين المركوب هنايا الناس كذا سمو والله يحسن العون لهم حتى هما. راه هاد الناس اللي حبسوهم ولا سمو راه ما عندهم فين يمشيو تولي حوايج اخرى وراه اللي صالحهم. الكوتش راه نافع لنا ونافع الناس وكل واحد راه عنده تبارك الله 10 و5 و6 ديال الناس ديال العائلات. بالنسبه لهنايا هنا هذه هي الطريق الرئيسيه للناس اللي كيمشيو المركوب ديالهم هو هذا. بالنسبه الى لاحوهم تما هما راه غادي يوضروهم. بالنسبه للثاني هنايا خاص غير هاد الناس يتعاونوا معاهم باش يكون واحد شويه ديال التحسن. غادي يكون هنا ان شاء الله ترامواي وغادي لدينا الصوت فاش هما يتعاونوا معاهم باش يكون شويه هما هادو ينقيو ريوسهم وهما يتعاونوا معاهم يكون الصالح للجميع. وكوات شي نظفوهم شويه ويكون الناس تنظيم المركوب ديال الناس واسمو والله يصاوب يديروا بحال الشكل اللي هو ديال مراكش الله يرحم الوالدين ويخليو الناس تخدم لصالح لا لينا ولا للشعب المغربي.